أغفل الناس عن رب الجنة والناس. لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا، ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة البررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يفتر عن التسبيح، ولا يفتر عن التحميد، ولا يفتر عن التكبير، ولا يفتر عن التهليل، ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول ولذكر الله أكبر، تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة. تدخل وتخرج نعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله؟ ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله؟ ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله؟ لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح: والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة. أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا 34 ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها إلى السماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك، فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو يوم خلق فيه آدم، خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة فيه. نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه، سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة، غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير. استقامة في الشكل لا في المضمون. ألا الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله. لا يزكي نفسه، ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ. أبدا. قالها عليه الصلاة والسلام وصدق وبر، وما ينطق عن الهوى. سبق المفردون، وهم يتسابقون على جمدان. سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة من مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعيره وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر، والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون، الموحدون. سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ الآن تسابقون، كأنهم يظنون أنهم مفردون معهم على الجمال والركاب.
وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح التحميد كم سمعت عن فضل سبحان الله. عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي أنا الشاب الملتزم كيف أفعل، لا ما يمشي هذا. الذي يعرف ربه حقيقة بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة. وذا قال: ولا تكن من الغافلين، ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول: نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أنت تذكرها. أذكار الصباح والمساء تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا. أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب بالإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. فنسأل الله بعزتي وجلال يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.